مي حالي راني كتضغط مع بيت عمر بنتي شنو يا كنت عباد الله، مستنى راني بيت بنتي واللي انا، ما عرفناها واش حيه ولا والله مقتوله بيت بنتي ما عرفتها والقضيه حيه فيها ولا عام ميته، البيت سلطه عزتها اقليم راه صويره بيت عام وعالم وجه شم كبير ريحتها، راه معدي فضل عليا لحظه تشوفوا معنا الاب كيف راه عايش معدي عليا كيطالب بالابنه سيدي، راه ديالو معدي عليا ما سيدي عرفناهاش واش حيه واش خرجات دابا شهر وربع ايام، خلات ميساج للاخ ديالها كتقول انا غادي للصويره، وخلات لي كارت بانكير، خلات لاكارت ناسيونال، خلات خلات كل شيء وخرجات. الاب الاب ديالها شاك بانها مختلفه او لا مختلفه واللي مشاو لي ولاد الله ما يموت وانا بلا وش عباد الله، وغدروني غدروني يا عباد الله، غدروني وتعداو عليا وغدروني ودعيتهم الله الدم، والله يا ربي الله الله، والله يا ربي الله الله على حياتي، والله يا ربي الله الله ما نسمح ليهم وما نسمح ليهم وعباد الله، وما نسمح ليهم وعباد الله وعباد الله وعباد الله وعباد الله وعباد الله ما وعباد الله بنتي عباد الله بنتي، وخليني نطيح خليني نطيح، وعباد الله بنتي عباد الله، وعباد الله بنتي عباد الله، وعباد الله بنتي عباد الله، وبيت بنتي عباد الله عوك عوك، وبيت بنتي عباد الله. دخلوا للبيت ديالها من بعد ما اختفت، دخلوا للبيت كيقلبوا كيلقاو فيهم وخليني نموت، فاليوم وخليني نموت عن شقه، وخليني نموت. السيد هذا اللي محروق على بنته، وخليني نموت عباد الله. المريض مسكين الحاله ديالو خطيره بزاف، يا ربي عدى علينا الله يتعدى عليه، يا ربي واربي وبيت بنتي يا ربي، واربي وبيت بنتي يا ربي، يا ربي واربي يا ربي وبيت بنتي يا ربي، صافي صافي يا بابا، خليني نموت الله على اليوم التالي نموت يا الله يهديك ابو، راني مشيت لحالاتي الله يرحم لك الوالدين، وكعوك عباد الله، خليني وخليني من خلال حوارنا مع الأب ديال سميحة مع الأخ ديالها، التقينا على أن هناك أسرار لم تكفيها سميحة علاقتها في هذه اللحظات غادي نمشيو للمصحة المستشفى باش نتلقى العلاجات الضرورية. ديال سميحة مسكين، تشوفوا الأب ديال سميحة شنو طاري ليه، الأب ديال سميحة مسكين، الأب مسكين، الأب كيف دا
الكبده مشاهدينا الكبده الكبده مشاهدينا الكبده الكبده ديال الارض خلاته يسخف يدخل حاله السيريه على قبل الابنه ديالو على قبل الابنه ديالو على قبل الابنه ديالو كتبلغ من العمر 32 سنه تطلع معهم احنا جاي انا جاي نجي مع السيد الاخر نجي مع صافي سير انا نتبعك احنا غادي تم نقل الاب ديال سميحه في هذه اللحظات غادي نرافقوا مشاهدينا المستشفى المتهم الرئيسي وشيخ في منطقه السلاله